محكمة العدل بالضبط للاتحاد الأوروبي هي محكمة تعتبر من الأجهزة الأساسية داخل هذا البناء الأوروبي، وأننا عندما نتكلم عن هذه المحكمة نتكلم في الواقع عن محكمتين، بالعربية ما عندناش، ولكن نتحدث على لو تريبينال إلا كور. لو تريبينال هو الذي أصدر القرار الأول الابتدائي الذي تم الطعن فيه استئنافيا كما أشير إلى ذلك في سنة 2021، وذلك بموجب طعنين رئيسيين، وهما طعن اللي قدمته المفوضية الأوروبية اللي هي كذلك جهاز، والمجلس الأوروبي. وأشير كذلك في الملاحظة الثانية أن هذه المحكمة هي محكمة تتكون تقريبا من على مستوى الاستئنافي على 54 قاضي، وعلى المستوى الابتدائي على 11 القاضي، إلى جانب عدد من المدعين العامين، وأن القضاة يتم اختيارهم على أساس طبعا عدد من المعايير. إذن نحن أمام جهاز قضائي ليست المرة الأولى التي تفاعلنا معه، بل سبق له إصدار عدد من الأحكام، وسبق لي أن علقت على هذه الأحكام تباعا في سنة 2015 عندما أصدر حكما بعد النازلة، ولكن هذه ثم كذلك استنافيا في 2016 وأصدر في 2008. إذن الذي نعرف هو أن علاقتنا بالاتحاد الأوروبي هي علاقة طبعا يمكن أن أصفها بعلاقة ملتبسة. لماذا؟ لأنه عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي نتحدث عن تعدد الأجهزة التي تحاول أن تتوازن فيما بينها، وبالتالي فطبعا نحن نعرف جيدا أن المغرب ليس معنيا مباشرة بهذا القرار. المغرب لم يكن طرفا، وإن كان طبعا بالأطراف التي ساهمت في تقديم مذكرة فطن، كان هناك الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية كومادير التي كانت حتى هي طرف إلى جانب طبعا المجلس والمؤديك ضد من؟ ضد بوليزار، ضد البوليزار. إذا الأطراف اللي عندنا باش نفهموا هذا القرار، هذا أن جوج نتاع الأطراف الرئيسية اللي هي المفوضية واللي هي المجلس، وعندنا طرف آخر دخل في المسطرة اللي هو هذه الفيدرالية ضد بوليزار. هذا الحكم هذا كجميع الأحكام كما نعرف يطرح قضيتين رئيسيتين اللي خصنا نناقشوها وخصنا نتأملوا ونشوفوا شنو هو كيفاش تبنات. المشكل الأول دائما اللي مطروح لنا في الدعاوي هو مسألة المقبولية، لا كيسيون دو ريسيفابيليتي، بمعنى هل الطرف اللي قدم الدعوة في البداية وهو البوليزاريو هل يملك الصفة للتقاضي أمام المحكمة الأوروبية؟ هذا السؤال الأول اللي كان جاوبت عليه المحكمة ابتدائيا، وغادي يتعاود يجاوب عليه يطعنوا عليه. شنو هو الأساس ديالو؟ علاش كنطرحوا هذا السؤال؟ نطرحوا هذا السؤال بالرجوع إلى المادة 163 التي تنظم اللجوء إلى المحكمة، لهذه المحكمة هذه اللي احنا كنتكلموا عليها. شكون اللي يمشي لهذه المحكمة؟ هذه المادة 163 ماذا تقول؟ تقول أنه كل شخص، اسمحوا لي باش ما نرتكبش احنا، مادة 263 بالضبط، يمكن لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يتقدم بطعن ضد الأعمال الموجهة له
أو التي تهمه مباشرة وبشكل فردي أو بشكل فردي أو ضد التصرفات التنظيمية التي تعنيه مباشرة والتي لا تتضمن إجراءات تنفيذية. هذا هو. بس واحد غادي يمشي للمحكمة، لهذه المحكمة، راه المادة 263 وضحت، كتقول لك أودي خصو يكون شخص ذاتي أو معنوي. إذا جات المفوضية والمجلس أي الأطراف اللي طعنوا قالوا إن البوليزاريو لا تتوفر على تقاضي صفة تقاضي. علاش أسيدي لا تتوفر على صفة تقاضي؟ لأنها ليست شخص ذاتي وليست شخص معنوي. هذه ماشي شخص معنوي، ماشي بيرسون مورال. لأن باش تكون بيرسون مورال خصك تكون مرتبط بنظام قانوني وطني. والبوليزاريو ما عندها لا وطن لها. إذا كيفاش المحكمة غادي تعلل لنا هذا الشيء هذا؟ علاش قبلت؟ المحكمة غادي تطرح لنا جوج نتاع المستويات. هذا السؤال الأول اللي باش نفهمه، غادي تجيب لنا جوج نتاع المستويات اللي هي غادي تحاول تجاوب عليها. غادي تجاوب تطرح لنا السؤال الأول وهو أهلية تقاضي بالنسبة للبوليزاريو، ما نسميه لا كاباسيتي ديستي اون جوستيس. هذا السؤال الأول، هذا المستوى الأول. المستوى الثاني، هل البوليزاريو لها صفة للوقوف أمام القضاء، ما نسميه بلا كاليتي بور أجير اون جوستيس. علاش رحنا كنقول لكم هذا الشيء بالفرنسي؟ علاش؟ لأن ما عندناش هذا لو تيكست هذا بالعربية، لأن ما مترجمش. إذا هذه ترجمة شخصية غير باش نفهموا أشنو هو، باش نكونوا عارفين علاش شنو رحنا نعلم رحنا كنتكلم. فيما يتعلق بالمستوى الأول، كتجي المحكمة على خلاف ما جاء في الطعن، كتقول لك أودي فعلا البوليزاريو ليست شخصا معنويا، هذه متفقين عليها. ولكن كتجيب واحد المبرر آخر، وهي كتقول لك أودي هاد الكيان من خلال طبعا ولو أنه منذ نشأ وهو يقدم نفسه على أساس أنه حركة تحرر، الهدف دياله هو تحرير ما يسميه بالصحراء الغربية، وأنه ولو أنه لم يتم الاعتراف له بصفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، فإن اعتباره من طرف مجلس الأمن ومن طرف الأجهزة الأممية كفاعل متميز في المفاوضات وفي المشاورات، فإن هذا يجعل منه طرفا قادرا على تعبير عن مطالب ما يسمونه بالشعب الصحراوي. إذن المحكمة اعتبرتنا هذا الطرف هذا ما عنده الصحيح، ما لا يمكن أن نطلب منه الشخصية المعنوية، ولكن بما أنه يعتبر شريك إلى آخره داخل هذه المفاوضات اللي يساهم فيها المغرب والأطراف، فإنه يمكن بهذه الصفة هذا يمكن أن نعتبره طرفا من حقه أن يلتجئ إلى المحكمة. فيما يتعلق بالمستوى الثاني وهو الصفة، فالمحكمة اعتبرت أن البوليزاريو طبعا بكونه يدافع عن إقليم، وهذا شيء أساسي لأننا نحن غادي نرجعوا لهذا الشيء، عن إقليم ما زال قانونيا يندرج ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهذا شيء أساسي.
نو مازال اليوم في الوقت اللي راحنا نتكلمو لا كاتريام كوميسيون ما نسمي باللجنه الرابعه راه تناقش موضوع الصحراء. اذا بالنسبه للامم المتحده ما زال هذا الاقليم يعتبر يندرج وهذا من المعارك التي ينبغي ان نستمر في خوضها، لانه لا يعقل انه من بعد التطورات التي وقعت ومن بعد الاعترافات التي تمت ما زالت الامم المتحده لم تغير من منظورها لهذا الاقليم. ولكن بالنسبه للناس اعتبروا ان هذا الاقليم ما زال داخل حكم الذات. المساله الثانيه التي بانت عليها هذه المحكمه، وهذا خصنا نكونوا موضوعيين، هذا التصور ديالها هو تصور اللي هو بدا منذ البدايه، يعني انه جميع الاحكام التي صدرت عنها فهي والتي كانت تتعلق بالبوليزاريو فهي اعتبرت ان البوليزاريو لا يتمتع بالشخصيه القانونيه الدوليه، صحيح، ولكنه من حقه فهاد الشروط اللي حددت عنها المحكمه نظرا لتمثيليته لهذا الاقليم فهو طبعا ينبغي ان نعتبره كطرف قابل للتقاضي امام المحكمه. اذا هذا المستوى الاول. وهناك لاحظوا طبعا المفارقه الكبرى هو ان المحكمه لم تاخذ بعين الاعتبار طبعا وجود فاعلين اخرين اللي هما يمثلون الشعب الصحراوي واللي هما طبعا يساهمون في الاستشارات الانتخابيه التي تقع في المغرب والذين يعبرون عن انتمائهم للمغرب. المحكمه لم تعطي مع الاسف الشديد اي اهميه لهذا الجانب. اذا هذا المشكل الاول، المشكل الاول اللي تبنى عليه القرار واللي طبعا جاوبت عليه المحكمه، وهي اعتبرت إذن ان البوليزاريو من حقه ان يكون مقبولا لترافعي وللتقاضي امامه. نجيو لمساله الجوهر باش ما نطولوش. شنو هو المشكل اللي طرحته؟ المشكل اللي ناقشته المحكمه واللي هو مطروح هو انها تعتبر ان هذا القرار، ان الاتفاق عفوا ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين المغرب لم يكن كافيا فيما يتعلق بإبراز موافقة الشعب الصحراوي لبنوده. كما كتقولنا ودي فعلا المفوضية إلى جانب مصالحها قامت باستشارات متعددة لمعرفة رأي الساكنة وموافقتها لكونسونتومون، هذا كيطرح مسألة لكونسونتومون وموافقتها على الاتفاق. ولكن المحكمة هنا أعتقد شخصيا هذا هو الهفوة الكبرى والجانب السياسي اللي مع الأسف الشديد المحكمة غلباته فيما يتعلق بهذه النقطة. شنو كتقولنا؟ المحكمة فيما يتعلق بهذا الطلب الموافقة كتميز لنا بين جوج نتاع المفاهيم. كتقول لك أودي فعلا المفوضية مشات ودارت استشارات وطلبت الرأي إلى آخره، ولكن طلبت الرأي نتاع الساكنة. ما طلبتش الرأي نتاع الشعب. إذا كدير لنا واحد التمييز. واحد التمييز ما بين الساكنة لا بوبيلاسيون وما بين لو بوبل في الصحراء. كتقول لك اللي هو هاد الناس اللي تم الاستشاره ديالهم هما صحيح
الأغلبية ديالهم لا تنتمي إلى الشعب الصحراوي. وهذا هذا هو الخلل الكبير في القرار. ضل ماشي هو المسألة لجوء البوليزارو إلى آخره، هذا مسألة في اعتقادي شخصيا، مسألة اللي سبق للمحكمة نظرت لها، ولكن المحكمة ما عطاتناش شنو هي المعايير اللي نبنى عليها هذا التمييز. في الوقت الذي نعرف أن مسألة تحديد هوية الأطراف المشاركة في الاستفتاء عندما كان النقاش حول الاستفتاء طبعا كانت من بين القضايا الجوهرية التي كانت مطروحة، ومسألة تحديد الفرق بين الشعب وبين الساكنة فهاد النزيلة ديالنا بالخصوص هي مسألة مستحيلة، مسألة مستحيلة. وراه لاحظنا احنا ما غاديش نرجعوا طبعا للمسلسل تحديد الهوية الذي عرفه هذا الملف هذا، حيث انه رغم المعايير التي تم وضعها سواء من طرف بيريز كويلار او من طرف الامناء العامين، وكذلك طبعا تدخلات الممثلين الشخصيين لهؤلاء الامناء العامين، ولكن لاحظنا ان هذه القضيه تحديد الهويه اي من هو الصحراوي، هذه مساله اعتقد شخصيا ان المحكمه جانبت الصواب فيها وغلبت المنطق السياسي، غلبت المنطق السياسي لصالح تصور اعداء الوحده الترابيه، حيث انه اعتبرت فقط رجعتنا الى سنه 71. واش فهمنا؟ رجعتنا ل 71 بمعنى رجعتنا الى ذلك التصور الذي كان يعتبر ان الصحراويين هم الذين تم احصاؤهم من طرف فقط الاحصاء اللي وقع اللي دارته اسبانيا في سنه 1971، بمعنى انه في ذاك الوقت لم يكن يتجاوز العدد 70,000. وهذه كانت النقطه الخلافيه الكبرى فيما يتعلق بهذا الملف. اذن هذه المحكمه عندما ميزت واعتبرت انه لم تتم الاستشاره نتاع الشعب الصحراوي، فطبعا نحن نتساءل من هو اليوم، شكون هو الصحراوي؟ الصحراوي طبعا نعرف جيدا انه وقعت تحولات ديموغرافيه منذ استرجاع المغرب لصحرائه، واجيال اللي هي تعاقبت اليوم في الصحراء، وبالتالي اذا كان من ضروري بالخصوص في هذه النقطة أن نفهم المحكمة، فطبعا أتصور أنه في هذه النقطة اللي كان التعليل تاع المحكمة يظهر لي كان تعليلا ضعيفا يجانب المعطيات السوسيولوجية، يجانب المعطيات الحقوقية، وكذلك يجانب المعطيات المرتبطة بمراقبة طبعا المنتظم الدولي لهذا الملف، وخاصه ما يتعلق بالاستفتاء. اذا بصفه عامه هاد جوج نتاع القضايا هي اللي جواريه. باش نكونوا شويه نتقدموا، شنو هو الان القضايا اللي مطروحه علينا في العمق حسب الاجتهاد ديالي؟ المغرب سجل مكتسبات جوهرية كما أشار إلى ذلك سيدنا النقيب وكما هو معروف. والمغرب أنا شخصيا أقول دائما ملف الصحراء انتهى، ملف الصحراء انتهى، انتهى سياسيا، ولكن مازال قانونيا فيه إشكالات. فيه إشكالات، شنو هي الإشكالات اللي عندنا؟ الإشكال الأول هو هذا الشيء، خصنا نصفيو هذا التوصيف نتاع الاقليم بانه ما زال خاضعا للاقاليم غير المتمتعه بالحكم الذاتي. المشكل الثاني هو ان قرارات مجلس الامن
وانا تطلع القرار الذي ربما سيصدر في نهايه هذه انه يكرس اختيار ما نسميه بالحكم الذاتي كارضيه واحده للتفاوض. والمساله الثالثه او المعركه الثالثه اللي هي لا شك ان الدبلوماسيه المغربيه مجندة لها هي ضرورة طرد ما يسمى بالجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي. هذه بعض الملاحظات اللي حاولت أن تكون أكثر قانونية. أشكركم على حسن الاستماع.